ساهم وفد الشعب البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة سعادة النائب أحمد صباح السلوم نائب رئيس الجمعية البرلمانية الأسيوية في صياغة مشاريع القرارات التي سيتم اعتمادها خلال اجتماع الجمعية البرلمانية الأسيوية والمقرر انعقاده بمدينة أنطاليا التركية، حيث ساهم الوفد بمقترحاته ومرئياته خلال مشاركته في أعمال اجتماعات اللجان النوعية الدائمة التابعة للجمعية والتي بحثت العديد من الموضوعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية التي تهم دول القارة الأسيوية. خلال اجتماعاتنا في الجمعية البرلمانية الأسيوية تم ولله الحمد تحقيق إنجاز جديد للبحرين بنائب رئاسة الجمعية وأيضا رئاسة اللجنة المالية، وتم مناقشة خلال تواجدنا في اللجنة المالية 7 مشاريع من أهمها التنمية المستدامة والتي تتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة ورؤية سمو ولي العهد. كانت المناقشات جيدة في هذا الإطار في محاولة خلق ثقافة في آسيا تعزز دور القانون وسيادة القانون وتعزز أيضا التمكين القضائي واستقلالية القضاء. اعتماد عدد من القرارات كان أهمها قرار التعايش بين الأديان، تقديم اقتراح يتعلق ب إشراك المرأة البرلمانية في جميع اللقاءات وإقامة مؤتمر خاص تتبناه الجمعية البرلمانية الآسيوية للبرلمانيات النساء. طبعا تشرفنا كوننا من ضمن الوافد المشارك في الجمعية البرلمانية الآسيوية في تركيا المنعقدة في تركيا، واللي تضمنت العديد من المناقشات والمحاور اللي تكلمنا فيها من ناحية السياسية والثقافية وأيضا الاقتصادية، وأيضا تم تشكيل لجنة لتطوير هذه الجمعية وهذه المنظمة الآسيوية.